النهاردة هنعمل فطيرة طاقية السلطان، فطيرة رائعة جدا. يلا بينا نعملها. أول حاجة معانا بياض بيضة ونص كوباية سكر، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض، وهننزل عليهم نص كوباية مية دافية، وهنحط ربع كوباية زيت، ربع كوباية من الزيت تمام. وبعد كده هجيب الربع التاني بقى هحط زبدة، او ممكن نعمل نص كوباية زيت لو مفيش زبدة عادي جدا. وبعد كده حطيت نص كوباية من الحليب الدافي، اللبن الدافي، وبعد كده حطيت نص معلقة كبيرة خميرة ومعلقة صغيرة من الملح. وبعد كده قعدت اقلب كويس جدا مع بعض المكونات دي كلها مع بعض، وهحط كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق، وهقعد اخلط كويس جدا 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 المكونات مع بعض. وهفضل بقى احط دقيق من الدقيق كل شوية لحد ما القوام العجينة يتماسك معايا، وتبقى العجينة كويسة معايا، ما تكونش بتلزق. اهم حاجة ما تكونش بتلزق معانا. نحط دقيق لحد ما تكون متماسكة مع بعض كده وكويسة، وهفضل اعجن فيها كتير لحد ما ايه تتماسك معايا وتديني القوام اللي انا عايزاه في الاخر بالشكل دوت كده. اهم حاجة في العجين يا جماعة ان احنا بعد ما نعجن كويس الحاجات دي بقى نسيبها ترتاح 10 دقايق، وبعد كده يبقى في مرحلة تخمير تانية ونعجن فيها كويس لحد ما تبقى كويسة كده. وبعد كده بنقسمها نصين زي ما انتوا شايفين كده، والنص هنسيب نص يرتاح، والنص التاني هنحط عليه معلقتين كبار من الكاكاو، وهنخلطهم كويس جدا مع بعض. بعد كده ممكن عشان نسهل العملية دي نحط معلقتين كبار من اللبن، وبعد كده بنخلط كويس جدا مع بعض العجينة، كويس بنخلطها مع بعض مع الكاكاو واللبن وكده. جوانتي اصلا كان عمال يزحلق الجوانتي كان عمال يتزحلق من العجين، عمال يمسك فيه جامد، فقلعته واشتغلت بقى براحتي بايدي، وحطيت شوية من الدقيق عشان حسيت انها لزقت جامد. وبعد كده بقى ايه قعدت بقى اعمل فيها جامد عشان الكاكاو يتغلغل في كل العجينة من جوه بالشكل دوت. نقعد نعجن فيها حبة حلوين لحد ما تبقى أمورة وكيوتة كده، وبعد كده بنرش الدقيق كده ونحطها بقى عشان نسيبهم هما الاتنين يرتاحوا على الأقل 10 دقايق، عشان ايه بقى نفردهم هما الاتنين على بعض. هنحطهم على بعض بالشكل دوت كده، وهنفردهم كويس جدا بالشكل دوت كده. واللي بيتفرج عليا ولسه مش مشترك في القناة يعمل سبسكرايب او اشتراك، ويفعل زر الجرس، ويعمل لي لايك لو عجبه الفيديو، ويعمل شير لاصحابه عشان يشوفوا الفيديو الجميل ده. بعد كده بنفردها بالشكل الحلو دوت كده، وبعد كده بنجيب السكينة ونقطعها على شكل شرايط بالشكل دوت كده كله بقى. هنعمل الجزء اللي هو اللي في الاخر بالشكل ده، نقطعه كده وايه بقى نبرمه كده، نعمله ايه نلفه كويس بالشكل دوت كده. هنعملهم كلهم كده عشان هو ده اللي هيدي الشكل الرائع للطاقية السلطان الجميلة. وصفة جميلة جدا وحلوة، ومش شرط ان احنا يعني نعمل بالزبدة، على فكرة هي ممكن تتعمل بالزيت عادي، ممكن نحط نص كوباية من الزيت. انا عملتها بصراحة بالاتنين، عملت ربع كوباية زيت وربع تاني زبدة، ممكن نعملها بالزيت بس. هي اصلا السر بتاع طراوتها الحليب، اللبن هو اللي بيخليها طرية جدا. هنحط بقى من الشوكولاتة ومن الجزء اللي فوق، بعد كده بنلفها بالشكل دوت، نلفها كويس كده. شايفين بقى شكلها بقى قمر ازاي؟ جميلة جدا جدا حلوة. هنحط زبدة كده في الطاسة، وهنحط ورقة زبدة كمان عشان نبقى ضامنين ان هي ما تلزقش تحت خالص، عشان انا بعملها في ألمونيوم فايه فممكن تلزق. فانا ايه كنت محرصة قوي، وحطيت بقى من كل حتة كده زبدة وورق زبدة وزبدة تاني، وحطيتها بقى بالشكل الدائري الأمور دوت بالشكل دوت. شايفين فانتستيكو من الاخر.
بعد كده معانا صفار بيضة ومعلقتين كبار لبن وزبدة وفانيليا، وهنخلط كل ده كويس جدا مع بعض، وهندهنه بقى على الفطيرة من فوق كده عشان تدي اللون الذهبي الجميل. بعد كده نحطها في الفرن على فرن مشغل مسبقا تمام على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة. وقبل العملية دي هنسيبها تتخمر ساعة، اهم حاجة نسيبها تتخمر ساعة يا جماعة عشان تبقى مستوية وحلوة وكويسة. ونقطعها بالشكل الامور ده، واتمنى انها تكون عجبتكم. سلام.